أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاءون
قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. كذلك يجزي المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك
كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم.